هنا رجعت لكم اخوتي، دابا جيت نشارك معكم واحد من الغدا الحرشه. المهم بلاتي الكوتي، جيت نشارك معكم واحد الحرشه كتجي ساهل، كلشي كيعرف يدير الحرشه، مي كل واحد وطريقته. هنا عندي زلافه ديال السميده، وهنا عندي واحد معلقه ديال معلقه صغيره السكر. غنزيد نص الكاس ديال الزيت، غادي نحركها معكم. انا خلطت اخوتي، دابا غادي نقش شويه تقراص، درت واحد الحفره هنا. دابا غادي نزيدو الملحه، على حساب الذوق، وغادي نزيد خميره، غادي نزيدو الخماره ديال نقولها ديال الحلوه، هاي المعلقه اخوتي. غادي نزيد كاس ديال الحليب، غادي نزيد عاوتاني الكاس ديال الماء، يعني جوج كيسان ديال واحد ديال الحليب واحد ديال الماء. نحركوها مزيان نرجع لكم. دابا اخوتي غادي نغطيوها شويه، نخليوها غير شويه من ندهنوا من ندهن المقله ديالي. دابا اخوتي غادي ندهنها بالزبده ونرجع لكم. هنا ديال العسل غير في هذاك السميده اللي غنقرص بها بيضه غتولي حمراء. انا راه دهنت اخوتي الزبده، دابا غادي نزيد هاد الحرشه كامله، غادي نديرها هنا، غندير غير نص من التحت ونص من الفوق. انا اللي كتعجبني ندير شي حاجه بيديا. انا اخوتي كملت هاد الطريقه، دابا غادي نجيبو الحرشه نقلبوها هنا. انا اخوتي قلبتها، دابا غادي نسرحها في المقله ونرجع لكم شتي كي كتجي. انا كملت اخوتي بهذه الطريقه هذه، دابا غادي نجي من الجناب هذيك السميده اللي بقات من الجناب، نحاولوا نقادو بها الجناب. نمشي بهذه الطريقه هذه، انا غادي نزيد، غادي نعاودو نقادو من الفوق. انا اخوتي كملت كاع بهذه الطريقه هكا، نحاول نوريكم مزيان، حاولنا الحاجه كاع اللي كتبان كتبركي فيها وكي كتحل من الجناب نصبوها بالميقة. صراحه اخوتي كي جايه محمره، وانا اخوتي الحرشه ديالي صراحه كي محمره، انا كتعجبني هكا محمره مزيان، متبانش فيها البيوضيه، شويه الغريبه عفوا، شويه من لهنا وشويه من لهنا، وزيت البلديه والفرماج. ايوا من طبيعه الحال كاز بفليو. يا الله اخوتي الله يعاونكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.